أبو مرداس رحمه الله، أبو بلال مرداس بن حدير التميمي، ويقال عنه ويقال له كذلك ابن أدية، وأدية أمه وقيل جدته، هذا من التابعين، من التابعين، وهذا من أصحاب جابر بن زيد رحمه الله، وكان يكاد لا يفارق جابر من شدة محبته لجابر، لأنه يرى فيه مسلك الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم من عدم موالاته للظلمة والثبات على منهج المنهج الصالح. ولعلمه كذلك، لأن جابر بن زيد رضي الله عنه أخذ العلم عن 70 بدريا، وعلى رأسهم ابن عباس البحر والسيدة الجليلة الرضية العفيفة الزكية التقية النقية عائشة أم المؤمنين، إذ كان هذان، كان ابن عباس شيخه، وكانت كذلك سيدة عائشة يأخذ منها كثيرا من العلم. فهذا قد صحبه ولقي ابن عباس أيضا، أبو بلال لقي ابن عباس ولقي السيدة عائشة ولقي الكثير من الصحابة، ولذلك نقول أنه من التابعين. وكان حسن السيرة، وكان قواما، كان عابدا، وكان ذا علم، وكان ذا علم في عهد زياد بن أبيه، طبعا بعد أن تحول الملك الخلافة الراشدة، بعد أن تحولت الخلافة الراشدة إلى ملك عضوض، بدأت الناس تنقسم، وناس بقيت يعني كارهة لهذا المنهج الجديد، وبقيت على منهج النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والرفض القلبي لهذا المنهج الجديد، أي منهج الملك، طيب، وتوريث الملك، واقتطاع حقوق الأمة، وذهاب العدل والمساواة وغير ذلك. فماذا فعلوا؟ أولى اعتزلوا، اعتزلوا، بقوا يبثون دعوتهم وفكرهم بالحسنى، بالحكمة والموعظة الحسنة، حتى يعيدوا الناس أو يثبتوا الناس على المنهج الصحيح. لماذا؟ لأن الدول بساساتها ومواردها وإعلامها بأي صورة من صوره كان عندها قدرة على التغيير، ولا شك أنها دائما ترغب في التغيير، وهذا التغيير يطال العوام بسرعة فيتغيرون، يتغيرون. ومن العجب العجاب أن الأجيال، أنه بعد توالي وتتالي وتتابع الأجيال، وصل الحال بالمسلمين، ببعض المسلمين في زمن من الأزمنة، أنه لا يذكر علي بن أبي طالب وهو ابن عم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لا يذكر علي بن أبي طالب إلا يلعن في المجالس، الجيل ممسوخ لا يعرف من هو علي بن أبي طالب إلا أنه عدو يجب أن يلعن. فهكذا تفعل هذه النخب السياسية وما يعني أدواتها تغير الحقائق. فبقي جابر، وبقي أبو بلال، وبقي بعض التابعين، ولا يقبلون بهذا. ولا يخفى عنكم خبر سعيد بن جبير التابعي الذي قتل في ذلك الزمان لأي شيء، طورد 3 سنوات العيون، عيون الجواسيس تتبعه لأي شيء، ماذا فعل؟ ما نازع في الحكم، ولكنه يبث الفكرة النبوي، وهم لا يريدون أن يبث هذا الفكر، وإنما يريدون أن يسلم الناس وأن يبايعوا على أنهم عبيد ليس لهم في الدول، وليس لهم في إلا ما يلقى إليهم من الفتات. مرداس بن أبو بلال، مرداس بن حدير رحمه الله، آوى إلى ركن وابتعد عن هذه الأمور، وسجن في عهد زياد بن أبيه، و بلغ من عبادته أن السجان تعجب، قال مثل هذا يسجن؟ أن العامة يؤتى بإنسان ويسجن، مسكين السجان لا يعرفه جيدا، هذا مجرم، سارق، لص، يعني فعل شيئا يستحق السجن. فلما رأى صلاحه وكثرة عبادته قال له: أطلقك في الليل كل ليلة لتذهب إلى أهلك وتعود؟ قال: نعم. فكان يذهب أبو بلال، يطلقه السجان، يذهب إلى أهله ويعود، يذهب إلى أهله ويعود، حتى أصدر زياد بن أبي حكما بإعدام كل من في السجن. وأين أبو بلال؟ أبو بلال مع حيانه،
طبعا سجان طبقت له مسكين، ماذا يفعل الآن؟ بلغ الخبر أبو بلال فودع أهله، بلغ الخبر أبا بلال فودع أهله وعاد إلى السجن، وقال للسجان قد بلغني أن زياد يريد قتلي. قال له عد، قال ما كان لي أن أضيع الأمانة وأخون العهد. ثم شفع له السجان وأخبره من أمره فعفى عنه زياد. ثم جاء عبيد الله بن زياد بعد ذلك وكانت قبضته أشد من قبضة أبيه على الصالحين وعلى هؤلاء الدعاة إلى المنهج النبوي، فطاردهم. خرج أبو بلال وفر هو وجمع من أصحابه في حدود 40 تقريبا، وذهبوا إلى منطقة تسمى آسك وبقوا فيها هنالك، ابتعدوا عن ذلك الضجيج، ولكن لا تنام أعين الظلمة حتى يتخلصوا من الصالحين بل من المصلحين، لأنهم يخافون من كل كلمة يقولونها. بعث خلفهم بعثا وتقاتلوا وهزموهم وانكفأوا أولئك، رجعوا. ثم بعث فيهم جيشا، يقيل أنه 4000 مقاتل، الله أعلم، لعله 4000 أو أن الجيش الأول كان 2000. الأول 2000. طيب الأول 2000 الذي هزم، وحتى أن بعضا يعني عيرهم فقال لهم أنتم تزعمون أنكم أيتها الدولة ومن معك تزعمون أنكم أنتم المؤمنون، وهؤلاء خوارج، وهؤلاء يعني خرجوا عن الحاكم وغيره، وهؤلاء مجرمون ويستحقون القتل، 1000 مؤمن فيما زعمتم، ويهزمهم بآسك 40. ثم بعث خلفهم مرة أخرى 4000 مقاتل، فاقتتلوا قتالا شديدا. ثم من إلى 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 وقت الصلاة، صلاة الظهر، وكان في يوم جمعة. ثم اتفقوا على أن يصلي كل فريق، لأن الفريقين مسلمان. طيب اتفقوا على الصلاة، فقالوا نعم. فلما وقف أبو بلال وجماعته يصلون هجم عليهم أولئك وغدروا بهم وأفنوهم عن بكرة أبيهم، رحمة الله على أبي بلال ورضي الله عنه. وفي زمن عبد الله بن زياد أيضا هذا جازاه الله بما يستحق، أيضا كانت هنالك البلقاء، المرأة الصالحة المؤمنة العابدة التقية، سمع أنها تكلمت عليه، سمع عنها هذا ذلك الظالم أنها تكلمت عليه، فبعث إليها وأتي بها وقطعت أطرافها وبقيت تنزف حتى ماتت. مر عليها أبو مرداس قبل أن يقتل بفترة، مر عليها وتمنى أن يكون في مكانها وتكون له مثل تلك الخاتمة، وقد رزقه الله تبارك وتعالى خاتمة حسنة.